وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله أسس دولة عمانية عصرية وحديثة، وساهم مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو في وضع اللبنات الأولى لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جلالة السلطان رحمه الله أسس دولة عمانية عصرية حديثة، وأسس أركانها وأنشأ النظام الأساسي للسلطنة وأنشاء أيضا مجلس الدولة، ووضع رؤية متطورة 2040 للمنظور لتطور الدولة العمانية، وساهم أيضا مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون في وضع اللبنات الأولى لقيام هذا المجلس الذي عمل على تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية. وساهم هذا المجلس عبر مشاركة السلطان والحكومة العمانية في تعزيز مكانة مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وأن يكون له حضور وإسهامات فاعلة. فلهذا القائد الفذ له مكانة كبيرة وله إسهامات كبيرة مع أخوانه، وأيضا ساهم برؤياه المتقدمة في وضع أيضا تطوير العلاقات الثنائية الخاصة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، ومن خلال الأطر التي وضعها أصحاب الجلالة حظ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد وفده حفظه الله ورعاه، وجلالة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد.